الأوضاع صعبة للغاية هنا في شمال قطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا، حيث ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات. منذ توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جباليا، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. كما تشاهدون هنا الأطفال ينتظرون لساعات طويلة ليحصلوا على ما يسد رمق جوعهم. هنا الأهالي يعيشون تحت وطأة الجوع والفقر. كل اليوم تظل واقف على التكية من الصبح لحتى الآن عشان ناخذ لنا صحن، ويلا يلا يطلع لنا صحن. احنا عندنا 10 انفار في الدار، في السوق والله ما في حاجة، في السوق بنروح على السوق في الشيشة فيش الا غير صحن الحلويات. ايش الحلويات اللي سوطونا اليوم؟ نحل حالنا، احنا بدنا ناكل، يعني بدنا واقفين على التكية طول اليوم عشان يطلع لنا الواحد صحن، ويلا يلا يطلع له صحن. احنا بنوصل رسالة للعالم، بدنا مساعدات يا عم، احنا بدنا مساعدات في الشمال، فيش بيصل شيء. بدنا خضرة، بدنا ناكل، بعدين قرب العيد الأضحى، عيد الأضحى بضل قرب، بدنا حاج، بدنا لحم، بدنا نغذي حالنا. والله طلع كم الواحد صار تعب، تعب مع الحياة. الوضع في مخيم جباليا وقطاع غزة بشكل عام ينذر بكارثة إنسانية، بينما يستمر الحصار وتستمر المعاناة. والله يمكن صار لي ساعة من قبل من حن بعد نضه لهالشي نتنضه عشان تعمل صغار. لا في أكل في شكوك ولا في مصاري معنا، حتى يعني من وين نجيب مصاري؟ بيشتغلوش عيانين اولاد، عيانين بدهم علاج وبدهم اكل وشرب. يعني الي ولد دمه صار 5، شاب يصير دمه 5، الله قال. احنا بنيجي الساعة 8 على الاشتكية والاكل من الساعة 8 أو 7 بنيجي هم بدري، بنضلنا للثلاثة العصر، أدوبه يلحقنا الضوء ما يلحقناش. اليوم لا في أكل، لا جاب ولا لحمة ولا محتاجة ولا حاجة. إحنا هذا نتف مع كورونا، الناس تحت هلقتها تحت المجاعة، رجعت للمجاعة من أول وجديد. شمال قطاع غزة رجع للمجاعة من أول وجديد. إحنا بنناشد العالم كله، الأكل والشرب خف جف عنا، المية ابنه قبل 3 أيام، أنا هنا مش متعمم إلا أسبوع، وين اللي هذا؟ بنناشد العالم كله بعين الرحمة يطلع على الشعب الفلسطيني. أيضا في ظل ارتفاع درجات الحرارة تقف هذه الطفلة حافية القدمين للحصول على القليل من الطعام. إذا هكذا هو المشهد هنا في مخيم جباليا، مع استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات هنا إلى شمال قطاع غزة. هذه الوحيد لقناة الغد، مخيم جباليا.